أهلا وسهلا فيكم، وإحنا كتير كتير أنا والعيلة مبسوطين إنكم موجودين معنا تشاركونا فرحتنا. يعني أكيد هاي مناسبة مش عادية، أول مرة بكون أنا أم العروس. وهلا يمكن برضه اول مره بعرف كيف امي شعرت لما انا واختي دينا تجوزنا. هي يعني مشاعر مختلطه، بتكون فرحه ولهفه وعجقه وكمان شويه خوف. يعني كل ام تعرف انه بنتها بعد فتره بتصير مثل صاحبتها، فيمكن صعب علي اتخيل انه ايمان مش حتكون جنبي دائما، بس ما شاء الله عليها كبرت بسرعه ايمان وصارت عروس، احلى عروس. ويعني الله يرضى عليها ويبارك لها، طول عمرها هنية وطول عمرها قلبها بوسع الكل. فألف مبروك إيمان، وبتتهني إن شاء الله. ومرة تانية إن شاء الله دائما إحنا بنجتمع على الأفراح وبالمناسبات الحلوة.